زوجة تقول: كنت أعمل قبل زواجي وبعد الزواج ضاقت الحال بزوجي وأصبح ماسرا في نفقتي ونفقة أولادي، ومع ذلك يمنعني من الخروج للعمل ويلح علي في إجابة طلبه للمتعة، فهل علي حرج إذا خرجت بدون إذنه لكسب العيش وفي الامتناع عن إجابة رغبته في المتعة وفي طلب الطلاق منه؟ الإجابة على هذا السؤال فيها خلاف كبير وضحه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فقيل يجبر الزوج على طلاقها عند إعساره أو امتناعه، وقيل يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم، وذهب إليه مالك، وقيل تخير إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت، وهو المذهب عند الشافعي بعد رفع الأمر إلى الحاكم. وفي قول ثان للشافعي: ليس لها الفسخ ولكن ترفع يده عنها لتكتسب. والإمام أبو حنيفة يقول: ليس لها أن تفسخ، بل عليها أن تستمر في العيش معه، لكن ليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، وعليه أن يخلي سبيلها لتكسب، لأن حبسها مع عدم النفقة ضرر عليها. وبعد كلام طويل قال ابن القيم: والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلس، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم، فلها الفسخ. وإن تزوجته وهي عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ. وأنا أميل إلى هذا القول ضاما إليه القول الثاني للشافعي، وهو أن ترتفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته، ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها كما قال أبو حنيفة. فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنة فيه، أرى أن تخير بعد ذلك في البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة. والله أعلم.